وتنضم إلينا شبكة مراسلين من القاهرة محمد الحمراوي، ومن عمان داما الكردي، ومن باريس بلقيس النحاس، ومن برلين يمان شواف. أبدأ معك أولا محمد الحمراوي، جدول أعمال الاجتماع الرباعي. نعم حسين، يعني في هذه الأثناء هناك اجتماع يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمجموعة الرباعية المكونة من وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا. هذا الاجتماع الذي يبحث أهمية هذه النقطة الخاصة بالقضية الفلسطينية وإمكانية حلحلة الجمود الموجود في القضية الفلسطينية الآن، وكذلك العودة لاستئناف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. بعد ذلك سيكون هنا في وزارة الخارجية لقاء ومباحثات تجمع الوزير المصري سامح شكري بنظرائه من الأردن وفرنسا وألمانيا، وبعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج هذا الاجتماع الذي يعول عليه كثيرا من جانب القاهرة فيما يتعلق ببلورة الموقف العربي الأوروبي فيما يتعلق بضرورة استئناف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد جهود تعمل عليها القاهرة خلال الفترة الماضية لتحريك عملية السلام وإحياء عملية السلام وتحريك هذا الجمود الموجود في المشهد والموقف الخاص بالقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر أو برز خلال القمة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الفلسطيني محمود عباس في 30 نوفمبر الماضي. وتلا ذلك هناك اجتماعات في القاهرة كان أبرزها الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية المصري بنظيريه الفلسطيني والأردني في 19 ديسمبر الماضي، وصدر عنه بيان القاهرة الذي يعني طالب فلسطين وطالب المجتمع الدولي بضرورة حث الجانب الإسرائيلي على العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات واستئناف المفاوضات المتوقفة منذ العام 2014. كذلك أيضا أكد هذا البيان على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة استئناف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا للمرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك أيضا التأكيد على أن مبادرة السلام العربية هي أحد أهم المرجعيات الخاصة باستئناف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا الأمر أيضا تم التأكيد عليه بالأمس خلال المباحثات الثنائية التي جمعت ما بين وزيري الخارجية المصرية ونظيره الأردنية هنا في القاهرة فيما يتعلق بالعمل أو مزيد من العمل مع المجتمع الدولي لتحريك هذا الملف والعمل من جديد على استئناف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا للمرجعيات الدولية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أكدت عليه مصر خلال الفترة الماضية بأنه أحد الثوابت وأنه من أحد أولويات السياسة المصرية فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية وثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وأيضا على أن المتغيرات الموجودة الآن في المشهد الدولي تستدعي ضرورة التحرك لاستئناف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة أيضا إلى العمل على وقف المستوطنات والمشروعات الاستيطانية التوسعية التي تعمل عليها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، خاصة الانتهاكات الخاصة بالقدس والأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية وتبعات القرار الأحادية التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الموضوعات هي مطروحة أمام وزراء الخارجية اليوم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا لضرورة بلورة موقف ورؤية خاصة بالتحرك سواء مع الرباعية الدولية أو مع المجتمع الدولي بشكل عام وتكثيف هذه التحركات، خاصة حسين أنه كان هناك في 6 يناير اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري بنظيره الإسرائيلي وكذلك أيضا نظيره الفلسطيني فيما يتعلق ببلورة هذا الموقف وضرورة التحرك لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. نعم محمد، ابقى معنا، نذهب إلى عمان ودامة الكردي. دامة، ما هي العلاقة بين الاجتماعي الرباعي السابق في الأردن والاجتماعي الرباعي الحالي في القاهرة؟ حسين، بالفعل في أيلول 2020 تم عقد الاجتماع الثالث بين الرباعية هنا في مقر وزارة الخارجية الأردنية. خلال هذا الاجتماع صدر بيان مشترك أكد على أهمية إطلاق والجدية في إطلاق مفاوضات
عودة السلام الشامل والعادل، إحقاق السلام الشامل والعادل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى التأكيد على دور الأونروا وضرورة والتزام الأطراف المجتمعة بالإبقاء على الوضع التاريخي للقدس. من جهة ثانية أكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات وضرورة إطلاق المفاوضات بما يضمن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني. من جهة ثانية أكد على عدم ضم الأراضي وتجميد ضم الأراضي بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي ضمن تجميد ضم أراضي فلسطينية. هذا الاتفاق وهذا البيان الذي صدر بالتأكيد سيكون هو الركيزة الأساسية للاجتماع في القاهرة، حيث يؤكد على دوام الأطراف المجتمعة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وبأن الحل العادل والشامل سيكون من خلال حل الدولتين. وبالتالي من المتوقع بالتأكيد أن يكون هناك ارتكاز على هذه على البيان المشترك الذي صدر في عمان، بالتالي وهناك بالالتزام دولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية. هذه المجموعة تهدف إلى ضرورة إطلاق وجدية إطلاق مفاوضات ما بين الجانبين من أجل حل القضية الفلسطينية. نعم، ما دام هذا بالنسبة للموقف الأردني، ولكن دعينا نذهب إلى باريس وبلقيس النحاس. بلقيس، وزير الخارجية الفرنسي ماذا يحمل في حقيبته في هذا الاجتماع؟ نعم حسين، صباح الخير. صباح. طبعا نحن نعلم أن فرنسا هي لديها موقف داعم وثابت من أجل قضية حل الدولتين، وهي عارضت بشدة عملية الضم اللي كان سينفذها نتنياهو. اليوم هذا الاجتماع الذي سيضم جون إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي بنظرائه هو ضمن نطاق عملية السلام التي يسعى إليها الدول الأوروبية أو الدول الخارجية في الشرق الأوسط. كما نذكر أن اليوم سيكون هنالك وزير الخارجية الفرنسي ووزير الخارجية الألماني في مبادرة طبعا للدولتين اللتان الآن يلعبان تحركات كثيرة في الشرق الأوسط، فرنسا وألمانيا. لذلك فإن اليوم وزير الخارجية سوف يعمل على كالجميع على حث على مبادرات السلام واستئناف الحوار بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. كما نعلم أن هذه المحاورات أو التفاوض المباشر قد توقف منذ 7 سنوات، منذ عام 2014 عندما كانت حتى مداخلة وزير الخارجية جيم كيري عندما لم تنفع. هذه المبادرات اليوم، المبادرة التي تبدأ في هذا الاجتماع الرباعي وهو من الاجتماع الثالث من نوعه الذي يجمع اليوم وزير الخارجية جان إيف لودريان مع نظرائه، سوف طبعا يحث على عملية استئناف المفاوضات ضمن الإطار القانون الدولي والمعايير التي تم الاتفاق عليها. كما يذكر أنه ذكرت الوزارة الخارجية أيضا أنه سيكون ضمن هذا الاجتماع بحث العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية إضافة إلى الجانب الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى جانب ملف السلام في الشرق الأوسط. نعم بلقيس، هذا بالنسبة لوجهة النظر الفرنسية، ولكن دعينا نذهب إلى برلين ويمان شواف. يمان، ما هي وجهة النظر الألمانية التي ستطرح خلال هذا الاجتماع في القاهرة؟ نعم حسين، يعني منذ وصول وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إلى القاهرة غرد قائلا أنه سيبحث مع نظرائه كل من وزير خارجية مصر وفرنسا والأردن الخطوات الملموسة والأوضاع لإعادة بناء الثقة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ومن ثم إعادة مفاوضات السلام وإعادة عجلة وعملية السلام، دفع عملية السلام في الشرق الأوسط انطلاقا من معاهدات السلام التي وقعت مع عدة دول عربية منها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب. انطلاقا من هذه العملية تأمل برلين وزعيمة الدبلوماسية أن
يكون هناك مرحلة بناء ثقة. ولو عدنا لبيان وزارة الخارجية الألمانية أن هناك موضوع أسيء فهمه هو اتفاقيات السلام الموقعة، تأمل برلين أن تكون هذه أرضية خصبة وجيدة ومعطيات جيدة لبناء الثقة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، ومن ثم دفع عملية السلام بين الجانبين لا تكون أمر معطل كما نعم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بيمان شواف. عموما شكرا جزيلا لك زميل يمان شواف مراسل الغد من برلين، وبلقيس النحاس مراسلة الغد كانت معنا من باريس، ومن عمان كانت معنا داما الكردي، ومن العاصمة القاهرة كان معنا محمد الحمراوي. شكرا لكم الزملاء مراسلي الغد.